اعملي لي كوبايه شاي تكون تقيله يا بنتي. يا حاج انا قرفت من قعده ابوك هنا. والله وانا قرفت، بس اهدى انا هتصرف هنا. هنوديه فين طب يا حاج؟ يروح يقعد عند اخوك يا حاج، ولا احنا معانا فلوس مش عارفين نوديها فين؟ هنصرف على ابوك ولا على اولادنا؟ كم اللعب يا سيدي؟ ما هو ايه ما صرف عليا، ده هو اللي عملني واحد وخلاني اتجوزت وبقيت معاك وكده. وانت رديت له اللي صرف عليك ب 100 مره، يروح يقعد عند اخوك يا حاج؟ انت عامل ان هو قاعد معاك حب فيه، لا ابوك قاعد معاك عشان يخلص لك فلوسك. خد يا ود يا دوك كمل لعب وانا هروح مشوار واجي لك على طول. اوعى تمشي من هنا. رايح فين؟ لسه ما خلصناش. انا ما احب اقعد معاك، انا ماليش حد اقعد معاه غيرك انت. ما انا جاي تاني. رايح فين يا ابوي؟ نازل وجاي. تروح ما تيجي يا اخي، جت منك. ما انا فعلا مش راجع تاني. مالك يا سيدي؟ ماليش يا ابني. لا مش طبيعتك دي خالص. مين اللي مزعل سيدي؟ محدش زعل سيدي، باين عليه زعلان، نازل زعلان، مش طبيعته دي خالص، مش عارفه ماله. اعمل له ايه؟ هو حد يكلمه؟ نادي عليه اساله مالك، مش ابوك ده؟ تعال اقعد. طب افهمك حاجه يا ابن المصاريف اللي دخلنا على جدنا، وانا ياما ما شلت سيدك ده، كفايه بقى، انت ديك شايف الظروف بتاع الايام دي. انت واعمل اللي انت ما تقوله ده، اولا ربنا بيبعت لكل واحد رزقه، ثانيا اظن الايام دي انا اللي بصرف على البيت، ثالثا انت انقعدت يا بابا جد عمرك ده 20 مره مش هتعرف ترد اللي ابوك عمله معاك، ولا سنه من اللي عمله معاك. مالك؟ سيدي مات. ايه؟ ابويا؟ ما تستغربش. مستغرب ليه؟ مش ابوك ده اللي لسه طرده؟ بس اقول لك انت لازم تروح وراه.